خليني ارحب بالمهندس صلاح حسن، رئيس نائب رئيس تنفيذي لصندوق تمويل مشروع الدوله للاسكان الاجتماعي. باشمهندس صلاح، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. اهلا بيك، اهلا بيك. كلمني كده على ايه نوعيه المخالفات اللي ارتكبوها الناس اللي استلمت الاسكان الاجتماعي تسليم مفتاح زي ما بنقول، ونقلتهم الدوله من العشوائيات الى مكان ادمي ليهم ولولادهم. هو بس لو سمحت لي يا استاذ عزه، انا بس التصريح اللي انا قلته لم يحدد مبلغ في الغرامه، لان اللي بيحدد الغرامه دي قانون الاسكان الاجتماعي طبقا لنوعيه المخالفه وطبقا لاشياء كثيره. تمام، يعني مساله ان الغرامات تصل ل 100,000 جنيه ده مش تصريح لحضرتك. لا لا، انما هو اللي انا قلته بالظبط ان العقوبه اللي بتصل للمخالفه هي الغرامه وسحب الوحده والحبس. تمام تمام. فبالتالي طيب، يعني الرقم لم يحدد في اي تصريح، ولكن ده محدد طبقا للقانون. تمام. خلينا نرد على سؤال حضرتك ان هو نعم، بالنسبه للمخالفات طبعا زي ما تفضلت سيادتك وقلت في الاول ان النهارده الاسكان الاجتماعي ده مشروع ضخم ضخم جدا، وبتعمل فيه شقه ادميه، ودايما بنقول احنا مش بنعمل شقه مجرد ان احنا بنعمل شقه المحدود الدخل يبقى بتعمل شقه غير ادميه، ولكن الاسكان الاجتماعي بيتكلم عن شقه ثلاث غرف وصاله حمام ومطبخ متشطبه على اعلى مستوى تنسيق موقع ومرافق وخدمات. نعم. والدوله بتدعم هذه الوحدات بمبالغ كثيره كبيره جدا بتصل الى تساوي تقريبا المبلغ اللي بيدفعه المواطن، وزي ما قلنا في التصريح السابق مع احد البرامج ان الوحده اللي بياخدها المواطن غير محمل عليها ثمن الارض او ثمن المرافق الداخليه او ثمن تنسيق الموقع او ثمن، بالاضافه الى الدعم النقدي اللي بيستفيد به المواطن. نيجي للسؤال المهم جدا بتاع حضرتك، وهي ايه نوعيه المخالفه اللي بتعرض المستفيد بوحده سكنيه انه يقع تحت طائله قانون الاسكان الاجتماعي. طب استاذن حضرتك قبل الاجابه على السؤال ده، سؤال بسيط جدا، هو المواطن النهارده وهو بيستلم الوحده بتاعته عارف المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه؟ في تعاقد ما بين المواطن وبين البنك وبين صندوق الاسكان الاجتماعي المتمثل في اجهزه المدن او مديريات الاسكان. نعم. من ضمن هذه البنود انه بيلتزم استخدام الشقه في الغرض المخصص من اجله وهو سكن. نعم. ومن ضمن البنود بيقول ان هو بيلتزم بقانون الاسكان الاجتماعي وبنوده بالكامل. نعم. فالنهارده هو يعلم تماما المخالفات. وطبعا المخالفات يعني المساله مش هو استلم شقته او وحدته هو عارف المفروض ومطلع على ايه اللي المفروض يعمله وايه اللي المفروض ما يعملوش. طبعا طبعا مش طبعا مش مفاجاه بالنسبه له يعني. لا يا فندم مش مفاجاه، وبالتالي هو عارف ايه المخالفات. نعم. او ايه المخالفات اللي بتوقعه او بيقع بعدها تحت طائره القانون. انا يهمني دلوقتي بقى المشاهد بشكل عام، لانه المشاهد متابع معانا فكره انه الدوله عملت ايه للمواطن في مشروع الاسكان الاجتماعي وتكلف قد ايه، فلازم المشاهد ده كمان يعرف انه زي ما شاف الوحدات وهي بتتسلم للناس واحنا بنغطيها من خلال برامجنا، لازم يعرف كمان المواطن اللي اتعمل له كده هو خالف عمل ايه. الله ينور على سيادتك. احنا دايما بنقول ان القانون ان مشروع الاسكان الاجتماعي ده في بدايه الدراسه للبدء في انشائه سنه 2014 خاض دراسات كامله وكثيره جدا لتلافي كافه عيوب مشاريع الاسكان السابقه اللي كانت بتقوم هذه الدوله ببنائها. كان من اهم الاتهامات اللي بتتهم بيها الدوله ان المواطن بياخد الشقه ويتصرف فيها كيفما يشاء، يروح يعمل توكيل من الباطن، يروح يعمل عقد وياخد عليه صحه توقيع، يروح يعمل حاجات. عشان كده لما صدر قانون الاسكان الاجتماعي كان من اهم بنوده هو ايه؟ ان منع التوكيلات، وبقى في حظر على مصلحه الشهر العقاري ووزاره العدل باصدار اي توكيلات او تعاملات على وحدات الاسكان الاجتماعي. تمام. مش هيقدر ان هو يبيعها بتوكيل او يبيعها بصحه توقيع. تمام. اهم المخالفات اللي بيقع فيها المواطن اللي هو قاصد انه يقع فيها. أيوة. او هو ان بعض اللي اتعمل بالفعل الناس. المخالفات اللي حضراتكم شفتوها بالفعل، عدم استخدامها في التصريف. زي ايه؟ ياخد الشقه يبيعها من الباطن لمواطن اخر.
من غير ما يرجع للدولة أو يرجع لصندوق الإسكان الاجتماعي، ياخد الشقة ويأجرها، ياخد الشقة ويعملها عيادة أو يعملها غير النشاط السكني، غير النشاط نعم، أو ياخد الشقة والنهاردة يقفل مثلا بلكونة من الواجهة فيغير شكل الواجهة طبعا، دخلنا في العشوائيات نعم، ياخد الشقة ويقدر يسكن فيها ناس آخرين حتى لو بدون عقد إيجار. أيوة. عشان كده لما صدر قانون الإسكان الاجتماعي كان بيدي الحق لصندوق الإسكان الاجتماعي في إصدار ضبطية قضائية للعاملين في صندوق الإسكان الاجتماعي أو في أجهزة المدن أو في الإسكان. نعم. مع دور هذه الضبطية هذه هؤلاء الموظفين اللي بنعرض الضبطية القضائية إنه يصبح النهاردة هو أثناء كل الناس المخصص لهم عارف. أيوة. خبر عارف من شأني المخصص طبعا فعليا فلان. صوت حضرتك بدأ يقطع، صوت حضرتك بدأ يقطع معايا يا باشمهندس صلاح.